يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الشيخ الحكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول أن من أشرك في الألوهية فقد أشرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات أيضا، يقول كيف نفهم هذا مع القول بأن المشركين ما اتخذوا شركاء لله في الربوبية؟ نعم، أشرك في الربوبية من حيث أنه اعتقد أن هذا المخلوق أنه يعطيه مطالبه، أن هذا المخلوق يعطيه مطالبه ويقدر على إيراد مطالبه من دون الله عز وجل. نعم.